كلياتنا بنعرف وفاء سلطان هي من اجرى، انا بصراحه اجرى امراه شفتها هي ونوال السعداوي من نساء العالم العربي. يعني انا لما اول مره اشوفها كان اظن 2006 2007 شفت حلقه مع فيصل قاسم، وجرأة وفاء سلطان ابهرتني بصراحه. أن تقف امرأة في وجه العالم العربي كله تقول نبي كذا 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 وهذه الحقائق، أنا كنت منبهر بصراحة. يعني أكون صادق معك وأحترمك من أول همسة همستيها أجت على أذني بصراحة. شو سر وراء جرأة وفاء سلطان، وشو اللي خلاك تطلعي بالأساس؟ يعني أنت دكتورة وتقدر تعيش حياتك بكل بساطة، أنت بهالحالة عرضتي نفسك للخطر، يعني سويتي شيء زلزال بصراحة. يعني تفضل أخي جان. أعود إلى جواب السؤال السابق، عندما تصبح كونيا تتحرر من الخوف، لأنك تعتبر الكون مسؤولاً عنك، تضع نفسك في حمايته. هذا لا يعني، أنا ما بحب حدا يفهمني غلط، هذا لا يعني أنني محمية من الإرهاب الإسلامي، ولكن يعني أنني محمية حتى أؤدي الغاية الكونية التي أتيت من أجلها. وعندما تنتهي مهمتي الكونية لا يهمني أن أرحل. هذا الاعتقاد كان وراء تلك الجرأة التي كنت حضرتك فخوراً بها، وأنا أشكرك بالمناسبة. العفو العفو. عندما تصبح كونياً تتجرد من الخوف، لأنك بتحس حالك لا أحد يستطيع، أن أنت الكون، أنت بحجم الكون، ولا أحد أن يستطيع أن ينال من عظمة الكون. الكون أرسلك في مهمة كونية، عندما تنتهي تلك المهمة سترحل، كلنا سنرحل. ولذلك أعتقد ما بقيت حية لأن مهمتي الكونية لم تنتهي بعد، وثق تماما عندما أضع النقاط الأخيرة سأرحل كما يرحل أي شخص آخر، وسأترك ورائي وفاء سلطان الكونية بكل إنجازاتها وبكل ريحانياتها وبكل أفكارها.